أهلا بكم في برنامجكم صوتكم صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. تداول ناشطون عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي في العراق تداولوا مقطعا مصورا يكشف فيه القيادي في البشمركة القدامى مام رستم لموقع إخباري كردي يعترف فيه خلال فترة قتالهم ضد نظام الحكم السابق بخطف سائحين إيطاليين في كردستان العراق ليتم مساومتهم على مبلغ 2 مليون دولار أمريكي كفدية مقابل إطلاق سراحهم، فيما أشار رستم إلى أنه إما رئيس الجمهورية الحالي عبد اللطيف رشيد أو الرئيس الأسبق جلال طالباني قد استلم مبلغ الفدية في أوروبا. وعبر ناشطون عراقيون عن استغرابهم من إعلان دول الاتحاد الأوروبي تأييدهم تسنم لطيف رشيد رئاسة الجمهورية رغم تورطه في عملية خطف مواطنين أوروبيين في ذلك الوقت. دعونا نشاهد تصريح مام رستم. ما يزول لكم ما نابون بركة وبركة كاري إيطاليا كان وركة 2 مليون دولار و 8000 مارك بو أفزان لإيطاليا كان وركة زماني خوي أو زمانة فازم تسيم دكتور لطيف كرا يا مام جال كرا خلاصة طارق كان وركة كان دا ومش إيطاليا كان من إذن دا براك. طبعا تفاعل عراقيون كثر على منصات التواصل الاجتماعي مع هذا التصريح، ومنهم من علق وقال أو غرد كفلاح يقول قريبي تاجر وفي أول السبعينيات كان برحلة سياحية بالشمال، قال خطفوا مسلحوا الأحزاب وأخرجوا أهل بفدية في ذلك الوقت، يقول الجماعة لديهم خبرة طويلة. وداد أو أنور يقول تاريخ معروف والأحداث مشهودة، من خطف الناس إلى سرقة السيارات وصولا إلى بيع الجنود العراقيين إلى الإيرانيين وإلى تخريب الممتلكات العامة ونهبها وتسليمها إلى إيران، وأحد من الشواهد الكثيرة معمل التبوغ في السليمانية، وكثير من هذه الشواهد معروف، لكن في زمن الباطل تغير كل شيء. أياد هو الآخر غرد وقال هي خربانة اللي يجيب الإطار بخير شيء أكيد شبيه الشيء منجذب إليه. مثنى هو الآخر غرد حول هذا الموضوع يقول لا يمكن أن يتصدر أي منصب من كل هؤلاء إلا إذا كان تاريخه مليء بالخيانة. إذن هذا التصريح أثار جدل الشارع العراقي وكذلك منصات التواصل الاجتماعي، ومنهم لم يستغرب من هذا التصريح، وكما يعني أشرنا وكما شاهدنا بعض تفاعل الجمهور العراقي على منصات التواصل الاجتماعي حول هذا التصريح لأحد القيادات في البشمركة القدامى وهو مام رستم يتحدث لموقع إخباري كردي حول خطف سائحين إيطاليين إبان، لم يحدد الوقت بالتحديد، قال إبان قتالهم مع النظام السابق وتم إطلاق سراح السائحين الإيطاليين مقابل فدية تقدر ب 2 مليوني دولار في ذلك الوقت، وقد استلمها إما الرئيس الأسبق جلال الطلباني أو الرئيس الحالي عبد اللطيف رشيد. نذهب إلى ملف آخر، ملف التظاهرات المطالبة بتوفير الوظائف والتثبيت على الملاك الدائم في الدوائر والوزارات العراقية على الملاك الدائم، حيث أصيب عدد من المتظاهرين من موظفي العقود في معمل الأسمدة الجنوبية في قضاء الزبير بمحافظة البصرة، وذلك عقب اعتداء القوات الأمنية عليهم ومحاولتها لتفريقهم بالقوة. وأظهرت لقطات متداولة إصابة عدد من المتظاهرين الذين يواصلون اعتصامهم للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم
فيما ردد المتظاهرون شعارات تؤكد سلمية احتجاجاتهم، وهددوا في الوقت ذاته بالتصعيد في حال عدم تنفيذ مطالبهم. دعونا نشاهد جانبا من هذه الصور المتداولة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. شوف هاي عقود الأسمدة، شوف سووا بهم الشغب. قال محاضرون في غضون ذلك، هم محاضرو العاصمة بغداد المجانيين، بأنه على الرغم من مضي سنوات على توظيفهم بالمجان، إلا أن الحكومة تماطل في تثبيتهم على الملاك الدائم. يأتي ذلك في وقت يواجه المحاضرون المجانيون من النساء والرجال اعتداءات من قبل قوات مكافحة الشغب بأوامر من قادة أمنيين في بغداد. وأظهرت صور جرى تداولها على نطاق واسع تعرض المحاضرين للضرب والقمع المفرط وإصابة عدد منهم بجروح بليغة في ثاني اعتداء يتعرضون له خلال هذا الأسبوع. دعونا نشاهد قبل الذهاب إلى تفاعل الجمهور العراقي مع المحاضرين المجانيين. طبعا تفاعل الجمهور العراقي على منصات التواصل الاجتماعي كان يندد ويعبر عن الغضب الشديد من هذه الصور. طاهر يقول: اللهم إني مغلوب فانتصر. يقول: إلى الشرفاء، إلى الغيارة، محاضرين وإداريين ومحاضري وإداري بغداد 2020. يقول: سرقت حقوقهم لثلاث سنوات، فهل من ناصر ينصرنا؟ آدم يقول: مسلميكم بيد الله دنيا وآخرة، وشوفوا حوة المظلوم شو تسوي لو طلعت بيكم وبعوائلكم، عود خلت فيكم فلوسنا اللي بكتوهن. يقول: حسبي الله ونعم الوكيل. أمجد الفتلاوي يقول: ظلم كبير من الحكومة العراقية على محاضري وإداري بغداد 2020. يقول: أنصفوهم أسوة بأقرانهم في المحافظات. تالة تقول: اتقي دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. تقول: أنصفوا محاضري 2020، لماذا فقط محاضري 2020 يقع عليهم هذا الظلم؟ أنصفوا المحاضرين. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد كل العراق. نازل نازل نازل.
خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها. من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر، حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري، ها صار لهم 4 سنين ما ندري هم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس، تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. اهلا بكم من جديد، معنا اتصال عبد الرزاق من بابل. ارحب بك معي اخي عبد الرزاق من بابل، تفضل. عبد الرزاق، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. دكتور عمر، من خلالك من خلال قناه الرافدين احب اقدم تهنئه للشعب العراقي عموما. ابارك الشعب العراقي العام جديد، وأسأل الله تعالى أن يمن على بلدنا وعلى شعبنا بالأمين والأمان. آمين يا رب. والسلامة والسلام والاستقرار، وأن يرفع هذه المعاناة وهذه الهموم عن كل العراقيين، لأن الشعب العراقي تعب صراحة يا دكتور عمر. فأسأل الله باسمه العظام بحلول هذا العام أن يجعله عام أمن وأمان على كل العراقيين. آمين يا رب. دكتور عمر. نعم. دكتور عمر، بالنسبة للمحاضرين وخروجهم بالمظاهرات لنيل حقوقهم المشروعة. نعم. دكتور عمر، يعني صراحة من يعذب من بالنفس أنه مثل العراق، هذا البلد الغني، هذا البلد اللي متوفرة به كل الإمكانيات وكل الثروات، أبناء شعبه يعيشون بفقر مدقع. نعم. هذا شنو السبب يا دكتور؟ سبب الناس اللي متسلطين على هذا البلد. احنا لو عندنا ناس أمناء وناس يعني ضميرهم الوطني عالي، كان حسوا بمعاناة هذا الإنسان الفقير، لكنه للأسف الشديد المسؤولين والمتسلطين على هذا البلد هم ناس خرامية، ودولة ما عندهم ضمير وطني ولا عندهم حس وطني. دولة كلهم هم هو ضميرهم هو يجيبهم، يعني ما يحس بمعاناة الفقير، زين، تكرار معاناة هاي الناس اللي أخي عبد الرزاق، تكرار مشاهد ضرب المتظاهرين من الخريجين من المحاضرين المجانين، يعني صور بشعة جدا، كيف تفسر؟ أكيد دكتور، أكيد أكيد، يعني هذه يعني أنت شو تقول لو تقيس العراق بالسنغال، شو تقول لو تقيس العراق بالدول الفقيرة مثل الصومال وغيرها، يا أخي هذه طامة كبرى، يعني معيبة بشعب حق العراق، يعني يعاني أبناء شعبه من المجاعة من الفقر، وهو بلد غني.
يعني للأسف الشديد العراق أصبح مثل ما يقول المثل العراق العراق للغريب. يعني للأسف الشديد يعني أنا جاي أشوف يوم الغرباء هم اللي ينتعشون بخيرات هذا البلد وابن البلد هو يعيش معاناة. يعني أنت جاي شوف يعني كل أغلب المسؤولين إحنا ما نريد نعمم أغلب المسؤولين مو عراقيين هو مستوطن مو عراقي لأنه العراقي كان يحس معاناة العراقيين وكان حرق قلبه على كل عراقي يعني سواء مخرج إنسان عامل بلدية لكنه مو عندهم إحساس الإحساس مرفوع عنهم لأنه يعرفون نفسهم كل زين إنه هم مو عراقيين هم عندهم ولاءات وهاي يعني يشتغلون لأجل ولاءات الخارجية فهذا أصبح اليوم الأمر مكشوف ومعروف يا دكتور عمر يعني لكل عراقيين والقاص والداني بأنه هذول ما يهمهم استقرار العراق وما يهمهم راحة المواطن العراقي فنسأل الله بحلول هذا العام أن يخلصنا منهم ويخلص العراق من المعاناة المستمرة. تحياتي لك دكتور. شكرا لك أخي عبد الرزاق من باب الكنا. معنا أبو عمر من الناصرية. رحب بك معنا أبو عمر تفضل. السلام عليكم عمي. السلام ورحمة الله أهلا وسهلا بك وياك أبو عمر التشرين من الناصرية. شلونك عمي شلون صحتك إياك عمر. يا أهلا بك الله يسلمك عمر. بالنسبة ذولا الميليشيات يعني ذولا مشكلة ذولا يقتل ما يقتل هذا براحته لأن ذولا مو بديهم أمرهم ذولا أجندة خارجيين زين تابعين للدول هاي الجوار براحتهم هم اللي يطلع الخريج يطلع خطية يطلع على حقه يطقون المرأة يطقون الرجل كيفهم هم ناس مستهترين يعني هاي الميليشيات مستهترة وانا صدقني والله يا عمي يا عمر ذولا كلهم ميليشيات ايرانيين ذولا السواد ذولا كلهم جايبيهم هذول ايرانيين جلولا وايران جاي تحكم بالعراق بس مع الاسف اقول والله مع الاسف والله العظيم قسما عظما مع الاسف على الشعب العراقي اقوم قومه وحده ذولا لا يا شاه السوداني يضبطها ما حد يضبط عمي ذولا اجنداء ذولا مسيرين ذولا يطقون بكيفهم يكتبون بكيفهم ماكو خطف قتل سلب كل شيء عندهم ذولا عندهم لا يعني لا شيء شعب اصلا حقوق الشعب العراقي ماكو شعب العراقي انت يا عمي العراق انت يعني بس احنا عن الناصيه جاي ندافع والله حتى جاي ندافع عليكم ما حد جاي يدافع عني وانا رجل كبير تشريني وانا حتى انا مستوى حتى ما جميل الشمري جاي يدافع عن البلاد هذا بلاد خطيه انت الشعب انت البلاد راح معه انت البلاد يعني شو تشوف العالم والله العالم تموت من الجوع يمكن انت وغير انا عايشين بس الباقي خطيه شنو ذنب هاي العالم بس مع الاسف على شيوخ العراق العموم اقول مع الاسف والله العظيم اطلعهم والله زين اليوم وباكر اقول لك العراق انت راح العراق انت يبقى ان شاء الله يعني ازمه وتعدي. انا اشكرك ابو عمر من الناصريه كان معنا. نذهب الى ملف اخر. على الرغم من تعطش اهالي البصره والعراقيين بشكل عام لاستقبال خليجي بطولة الخليج العربي 25 لكرة القدم إلا أن الغصة تنتابهم في ظل افتقار محافظتهم للخدمات بسبب الفساد الحكومي والحزبي كما يقولون في وقت تحاول السلطات التغطية على فشلها عبر تشييد جدار يغطي على حجم الإهمال وانهيار البنية التحتية ويصف صحفيون وناشطون عراقيون إخفاء العشوائيات في البصرة بهذا الجدار الإعلاني بالفكرة المستعارة من جدار حاكم الأرجنتين الأسبق الجنرال خورخي فيديالا إبان استضافة بلاده لكأس العالم عام 1970 في القرن الماضي ومحاولته إظهار البلاد بحلة بهية عبر إخفاء منازل الفقراء بجدار يحتوي رسومات متنوعة سمي فيما بعد باسم جدار العار. دعونا نشاهد هذه الصور من البصرة. أنا سياي الساحة صعب تنظيفها
وزراعتها وهي فارغة. والله هاي الصبات كلفها أكثر من كلف التنظيف. والله العظيم ما أدري أقدر أصور ما أقدر. والله الساحة فارغة لا بيها تجاوزات لا بيها شيء، راد لها بس تنظيف وزراعة. شليش شليش يعني هسه هاي الصبات كلفها شقد؟ بس أردفتين سواحد هم ينقهر. والله العظيم ما بدنا نصور أي تصوير هيك بالقرآن، بس تنقهر على فلوس البصرة. هاي فارغة الساحة لا بيها تجاوزات لا شيء، مجرد شفلات وكرينات تنظفها والشي لاي الهوسة مالت القيادة مال الشرطة مال وزارة الداخلية هاي وخلص. شنو بيها تنزرع؟ صعبة ما أدري البلدية شنو دورها؟ وحدة هندسة المرور. طبعا مصدرنا مطلع في محافظة البصرة أكد صرف نحو 45 مليار دينار عراقي لإنشاء الجدار الإعلاني في البصرة ضمن التحضيرات لبطولة الخليج العربي لكرة القدم 25، وذلك لحجب منطقة عشوائية كان من المفترض أن يبنى محلها مجمعا سكنيا مكونا من 1000 وحدة سكنية بهذا المبلغ بدلا من إنفاقه على هذا الجدار. وذكر المصدر بأن المشروع أحيل لشركة محلية لتنفيذه خلال بطولة خليجي 25. دعونا نشاهد هذا المقطع من البصرة للجدار قبل استعراض آراء العراقيين على منصات التواصل الاجتماعي. طبعا هاي الصبات تم وضعها لإخفاء مستنقع ماء موجود خلف هاي الصبات. طبعا هذن الصبات العدد مالهن كلش بالملي 80 صبة. الآن من تسأل أي واحد يعني الأخوة بالبلدية بالمحافظة تقول له قد كلفة هاي الصبة ويا نقلها ويا عمال، أقل شيء الكلفة ما تصبه 1,000,000 يعني 80 صبة 80 مليون. النوبش راح يجيك على صبات جدار حديدي وإعلانات وبوسترات إيش قد التكلفة مالتن؟ بالقليل 40 مليون. 40 مليون و80 مليون 120 مليون دينار عراقي لأجل إخفاء مستنقع. أخوان شاهد شوف هذا عدد الصبات، هاي تقريبا 150 صبة هاي ممتدات من أمام مستشفى البيحاء تقريبا مستشفى العسكري لحد التقاطع مال العسكري. هاي شنو الغاية والهدف منها؟ على مود يبنون جدار عازل على مود يخفون زبايلهم وسرقاتهم وفسادهم، على مود يخفون السكن العشوائي، على مود عود يبينون للدول الخليج احنا مهتمين بالمواطن العراقي ومنطينا حقه على حسب الأصول. ليش يعني ايش تتصور مثلا الوفود الخليجية لهالدرجة أغبياء ما عندهم علم بفسادكم بسرقاتكم؟ نظر إلى تفاعل الجمهور العراقي مع هذا الموضوع، فمنهم من علق وقال كباسم يقول نسخة منه إلى المسؤولين الذين قالوا سوف نبهر العالم. وليد الشمري يقول كان الأحرى توفير السكن الذي يليق بكرامة الإنسان دون اللجوء إلى أساليب المخادعة لإخفاء الحقيقة. شهد الموسوي تقول والله المفروض يتنازلون عن هالخليجي لدولة أكفأ منهم بدون مجاملات، شنو جاي الناس على هالوضع التعبان من كل النواحي؟ تقول شهد متعجبة. عدنان يقول لو مسوينها أشجار هم منظر ومفيد للبيئة وشكل حضاري وأقل تكلفة. طبعا قضية الصبات في العراق يبدو أنها لا تنتهي، إما تقطع فيها الطرق وإما توضع لحجب الرؤية عن المناطق السكنية والعشوائية وكذلك المستنقعات المائية. ينخر الفساد في العراق كل شيء ولم تسلم منه مختلف القطاعات في البلد بما فيها الخدمية وتلك المرتبطة بالبنية التحتية، وتتجلى صور الفساد في مختلف الشوارع خصوصا في فصل الصيف في فصل الشتاء وهطول الأمطار التي تتسبب بغرق الطرق وتفاقم المعاناة، لا سيما معاناة الطلبة خلال توجههم إلى مدارسهم. ففي قضاء الزدير بمحافظة القادسية وتحديدا في قرية آل شاكر أظهر مقطع مصور جانبا من معاناة طلاب مدرسة أركان الهدى خلال ذهابهم وعودتهم
من مدرستهم على الرغم من مناشدات الأهالي للحكومة منذ عامين لإعادة تأهيل الطريق وتعبيده دون استجابة. دعونا نشاهد هذه الصور. إلى ناحية نجمي التابعة لقضاء الرميثة في محافظة المثنى، حيث أكد مواطنون من هناك أن التقصير الحكومي والفساد في تنفيذ المشاريع أدى إلى تأخر تنفيذ أحد الطرق الرئيسة في الناحية، على الرغم من خروجه عن الخدمة وإحالته لأحد المقاولين. دعونا نشاهد هذه الصور. وهذا طريق وعلى طريق تقبله عليه تقريبا 8 قرى، ناس مرضى، ناس كبار، اهل دوامات، طلبه، مدارس، موظفين، ثقب الله، وناس اهله تقريبا بال 8 كيلوات 10 كيلوات من الشارع. وصار له اكثر من سنه تقريبا الطريق مأجل، ويوميا باكر وعقبه، ولحد الان هاي السيارات توقع بالماء من ورا. والله العظيم تقريبا صار مشروع اكثر من سنه. ها شوف الطريق، يعني ما يصير والله العظيم. هذا عليه ناس كبار، ناس مرضى، طلبة، موظفين. هذا الكلام لازم يوصل للمقاول. وين المقاول؟ ها تقريبا بالعشر قرى، العلوة عليه، الطجاج، آل توبة، آل غيث، آل طواش، كل الناس عليه. هذا الطريق تحطم من وراء المقاول ومن وراء المحافظ. لحد الآن صار له سنة نافذ، ولحد الآن ماكو أي واحد يحكي بيه، ولحد الآن ماكو أي رقابة ولا المعنيين به يوصلون هذا الطريق. ومن المثنى إلى النجف صور أخرى من صور الفساد، وتحديدا في مشروع الطريق الحولي الذي كان من المقرر تنفيذه خلال 175 يوما فقط، وعلى الرغم من مرور أكثر من 8 أشهر إلا أن هذا المشروع لم يبصر النور حتى اللحظة، بعد أن ترك دون تنفيذ، وبعد أن تحول بفعل الأمطار إلى طريق خارج عن الخدمة، وسط غياب لدور المحافظ كما يقول عراقيون والدوائر البلدية في المحافظة. تفاصيل أكثر في المقطع التالي الذي تحدث به أحد المواطنين من هناك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا دليل واضح، شارع الحولي مدته 175 يوم. الدكتور المهندس ماجد الوائلي، تقوم هيئة إعمار في المحافظة بتنفيذ مشروع تأهيل شارع الحولي من فلكة مظفر إلى بلدية المقبرة. الشركة المنفذة ماضي والهندسة الإنشاءات، مدة المشروع 175 يوم برعاية محافظ النجف ماجد الوائلي. وهذا أمام منظاركم، هذا الحولي مدته 175 يوم، وحسبوا لي من الزيارة الأربعينية ولحد الآن، هذا شارع الحولي من الزيارة الأربعينية ولحد الآن متروس نفايات وطين ووسخ، وهذا أمامكم هذا الطين، وهاي صورة المحافظ. يلا هم عايلين بواحد احنا نحكي شي غلط. 175 يوم وهاي الشركة معزلة، صار لها أكثر من 5 شهور، وهاي الكرفانات موجودة، وصورة المحافظ بعدها موجودة، وهذا جاي يشوفون بعينكم أنتم. وهذا سايد واحد يؤدي الأمير المؤمنين، وكله طسات ومكسر. إلى تفاعل الجمهور العراقي مع هذه الصور. أبو ليث البيات يقول: ليش المحافظ ما يشوف هذا الشارع؟ يتساءل، ما يتجول بالمحافظة ويتابع مشاريع المحافظة المتهالكة؟ لو شنو الموضوع؟ أبو محمد تقي يقول: والله يا أخوي تعبنا من الحكي والمناشدات، وحتى قلوبنا طقت. يعني شارع السلام يم المتنزه صار 3 أشهر من حفره ولسه ما حد وصله، وشارع مهم جدا. يقول: الازدحام صاير حدث ولا حرج مع الأسف.
حسين جمال أبو غنيم يقول للأسف مدينة الإمام علي عليه السلام تحكمها هيج نماذج. الأمر المطاع كما أطلق على الأكاونت يقول قرة عين المحافظ محافظ النجف راعي الإصلاح نسخة منه من المقطع يوجهه لك. نعم. معنا اتصال أبو عمر من بغداد. أبو عمر، إذا كانت هناك يعني مدد محدودة مثل هذا المشروع الذي شاهدناه 175 يوم ولكن 8 أشهر ولم يكتمل هذا المشروع، بل تحول إلى يعني معاناة لأهالي المحافظة بعد هطول الأمطار، إذا كانت هناك أموال مرصودة لهذه المشاريع، لماذا لا يتم إنجاز هذه المشاريع برأيك؟ رحب بك. بالأول تحياتي لك أستاذ عمر المحترم. أهلا وسهلا بك. وتحياتي لقناة الرافدين وحياك الله جمهورنا الكرام أينما كانوا. أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. إحنا نعرف سلطة الأحزاب والحكومات اللي حكمت العراق من 2003 يعني سوت كثير مشاريع وهمية، المشاريع اللي تفيد المواطن العراقي كالشوارع والمدارس وبناء المستشفيات. نعم. كل هاي المشاريع اللي لم تنجز لكن بس بالإعلام يقولون سوينا فلان مشروع، سوينا فلان مدرسة، بطنا فلان شارع كيلو متر كذا طوله كذا عرضه، ولكن لم يكتمل المشروع لأنه هناك أكثر من أحزاب متآمرة على الشعب العراقي وتأخذ هاي الأموال إلى جيوب الفاسدين. لو كان عندنا وزير، لو كانت عندنا لجان تقوم انه بعد هذه كل يعني مشروع يقومون به اللي هي من ضمن رئيس الوزراء اللي يؤمر بهذا المشروع سواء اذا كان شارع سواء اذا كان مدرسه، المفروض اكو لجان تتابع هذه الامور، اكتمل هذا المشروع او اكتملت هذه المدرسه او اكتملت هذه المستشفى، لكن للاسف انه كلهم فاسدين، يعني بالامر انه كلهم فاسدين هاي الطبقه ومن حكم في العراق من 2003 الآن. لكن المشاريع اللي تفيدهم هي مثل بناء المولات، بناء المستشفيات اللي هي تدفعهم، بناء الكليات والجامعات الأهلية اللي قاعد نشوفها، هذه اللحظة تكتمل وبنجازها بأسرع وقت لأنه فيها أموال وفيها مصالح تفيدهم من أجل يعني جيوبهم، من أجل أن يكون الاستفادة أكثر سنة بعد سنة. لكن المشاريع اللي تفيد للشعب العراقي كالشوارع والمدارس والمستشفيات هذه ما ينجزوها لأنه لم ما تفيدهم. كل شيء اللي يمشون فيه هم بالفساد يفيدهم بس للشعب العراقي وللمواطن ما تفيده. وهذه ما زالت الأحزاب تحكم على هذه السلطة، فالعراقي يبدأ فاشل من خلال هاي الحكومة اللي تحكم العراق فيه. ومهما كانت هذه المشاريع اللي ينجزوها بالإعلانات مالتهم ما نشوف من عدا، المفروض هاي الحكومة تزال ويحاسب عليها من ضمن القضاء من ضمن القانون، لأنه هذه تعتبر سرقة أموال الدولة وسرقة أموال الشعب. لكن للأسف كلهم سارقين. إلى متى نظل نعاني من هذه الحكومة الفاسدة العميدة اللي جاء بها الاحتلال واللي صار عندنا يعني نكتر زين أبو عمر؟ إحنا قبل شوية استعرضنا يعني استعرضنا بعض المقاطع من البصرة كما تداولها عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي. أكيد كل بلد يفرح بأنه يستقبل بطولة رياضية أو حدث إقليمي أو دولي، ولكن اللي يشوفوه العراقيين يعني بأعينهم على منصات التواصل الاجتماعي يعني مثلا هذا موضوع الجدار اللي أثار الحديث صار لأكثر من يوم، لو منطقة عشوائية لو برك مائية يجيبون جماعة صبات يخلوها حتى يسوون لوحات إعلانية حتى يجي الزائر من برا العراق أو من المحافظات الأخرى تحجب الرؤية، هذا الجدار الإعلاني يحجب الرؤية على الزائر إلى محافظة البصرة العزيزة الحبيبة حتى ما يشوفون الواقع. زين، هذا الملف كان من المفترض العراق أو محافظة البصرة بالتحديد من 2013 تستقبل دورة الخليج، ما معقول اليوم 10 سنين 9 سنين ما قدروا يرتبون الأمور واليوم يرجعون هم على الصبات؟ يعني الصبات إما يسدون بها الطرق، إما يمنعون بها التظاهرات، إما يحجبون بها يعني المشاريع هم المتلكئة أو المشاريع الغير منجزة أو المستنقعات أو العشوائيات.
شلون نفسر هذا الموضوع؟ استاذ عمر، استاذ عمر، احنا نعرف اهلنا وناسنا بالبصره، نعرف يعني بالتسعينات وبالثمانينات يعني كان دول الخليج يجون لها يصيفون، يعني كان زائرين كثير من الخليج يزورون منطقه محافظتنا بالبصره. نعم. وكانت البصره يعني فد منطقه جميله من ضمن محافظاتنا كالنجوى والموصل، كل هاي الناس اللي كانت تجي من يعني من دول الخليج ومن دول اوروبا ومن دول الغرب، فكان يعني فد شيء منظر لائق بالبنى التحتيه والمزارع اللي كان بيها والاشجار النخل اللي موجوده اللي كانت تشتهر بزراعه التمور، البساتين اللي كانت موجوده، البنيه التحتيه، كل هاي الامور توقفت من بعد 2003. اصبحت البصره محكمات ناسها يعني منطقه ما ممكن العيش بها، يعني المي عندك لحد الان ما سوت مشروع المي النظيف ومياههم اللي قاعد يعني صعب انه حتى اجاكم الله للحيوان ما ينطي. فمع هذه البصر بدون ما يدبون 45 مليار او كذا يصرفون يسوون يعني امور اهم من هذا، الماي يسوونه، يسوون يعني مزارع، يسوون يزرعون فت خضار، يبنون فت شغلات حلوه، يعني بدل ما يغطون العيوب الابنيه العشوائيه اللي قاعد عندنا نشوفها، هذه ما ممكن المعالجه بها وما ممكن انه تصرف اكثر من يعني مليارات تصرف على هذا الشيء وانت عندك يعني معيوب في وراء هذا السياسة. يعني هم صرف، هم صرف يعني اذا تحدثنا على الصبات، هم صرف على هذه الصبات، هم تخرب الشوارع راح تصير تخسفات، هم مضره بالبيئه. يعني تساءل احد الاخوه على منصات التواصل الاجتماعي قال لك عمي بدل هاي الفلوس اللي صرفوها على الصبات على اللوحات الاعلانيه الكبيره، طبعا هو طبعا اكيد تكون لوحات اعلانيه في كل بطوله، بس قال لك على الاقل كان مثلا زرعوا بها اشجار، حطوا بها ثيله، رتبوا المنطقه بدل هذا الصرف على هاي الصبات. استاذ لانه احنا عندنا سلطه الاحزاب يعني دائما تستغل هاي الامور وتستغل انه فشيء تسوي تقدمه للبلد، لكن هو ممكن الصبات وممكن اللوحات ما تكلف له خلينا نقول 10 مليون، هم ياخذون يصرفون اكثر من 45 مليار دولار، يعني هذا الصرف يعني دلاله على انه بانه من يحكم في العراق فاسد ومن لزم هاي المقاولة أيضا فاسد، لأنه ماكو حساب على هاي الأمور اللي قاعد تصير. نعم. وهذه لو كان عندنا فد وزارة وفد لجنة تحقيقية تقوم بهاي المشاريع اللي قاعد يسووها، هاي ما ممكن أنه ترضي أبناء الشعب البصري وأبناء الشعب العراقي أنه من يشوف هاي الأمور، هذه ما مقبولة لشعبنا بالبصرة. هاي الامور اللي بدل انت تسوي صبات وتقطع الطريق وتسوي حواجز بين المناطق العشوائيه، ازرعوا نخيل يعني ممكن تكون منظرها جميل، ممكن هاي البيوت تكملوها، ممكن تنبني يعني بشكل رسمي بشكل جيد، وصفوا على هاي الناس اللي ما عندها اموال انه تكمل بيوتها، ما عندها انه شوارع تتبلط، يعني بدل اصرف هاي المليارات اسوي شوارع لهم، ابني البيوت بصوره جيده لهم، يعني للاسف يعني تبقى حلقه الفساد نعم، يبقى مسلسل الفساد مستمر ويعاني منه المواطن العراقي. انا اشكرك ابو عمر من بغداد كان معنا، مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقه ونناقش ملفات اخرى معكم، ولكن بعد هذا الفاصل. الوطن هو أمي وأبي. الوطن قبل كل شيء هو الهوية، هو منو أنا ومنو أنت ومنو إحنا كلنا. الوطن طمأنينة، الوطن راحة، الوطن استقرار. تنزل في المطار تشعر إنه أنت غير، يعني ما تحتاج شيء، إنه أنت هذا بلدك يعني وأهلك. أكيد الوطن يعني كل شيء في حياة الفرد، ولادته، طفولته، ناسه وأهله. الوطن هو أغلى شيء في حياة كل إنسان، هو الماء الذي نشربه.
وينكم التصوير؟ أهلا بكم من جديد في برنامجكم صوتكم، ونذهب إلى الهاشتاج حيث تستمر محنة النازحين واللاجئين العراقيين داخل بلدهم وفي خارجه، حيث يمثل المهاجرون والنازحون العراقيون الفئات الأشد ضعفا وتهميشا في المجتمع، وغالبا ما يتعرضون لسوء المعاملة والاستغلال والكراهية المبنية على خلفيات طائفية كما يقول عراقيون، فضلا عن منعهم من العودة إلى ديارهم ومناطقهم التي باتت تحت سيطرة الميليشيات الولائية. دعونا نستعرض عددا من التغريدات التي جاءت على وسم المنفيون قسرا، والذي تفاعل معه العراقيون لتسليط الضوء على معاناة هذه الشريحة التي تفاقمت معاناتهم مع انخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار في فصل الشتاء. نور غررت وقالت: ليلة أمس كانت باردة جدا، والليالي القادمة لن تكون أقل برودة، وما زال المنفيون قسرا من ديارهم يعيشون في خيم الموت، الموت الرثى الذي الرثة التي لا تقي من برد أو حر. كم عاما آخر، تقول نور، مليء بالمعاناة يجب أن يمر حتى يسمح لهم بالعودة لمدنهم ومنازلهم المسلوبة. تتساءل، تقول: ألا تكفي 8 سنوات من التهجير القسري والانتقام؟ طيبة الأمير، في بلد النفط والخيرات تغرد حيث يسكن الشعب في الخيام، ما ذنب هؤلاء الأطفال يدفعون فاتورة تاريخ لم يصنعونه؟ الحكومة إلى أين؟ إلى متى؟ الأطفال في المخيمات وأنتم تعيشون الرفاهية في القصور. زياد خالد غرده هو الآخر، يقول في خطاب سابق لمحمد الحلبوسي قال بأنه لا يوجد أي مخيم للنازحين في الأنبار. في وقتها انسحبت 3 منظمات دولية كانت ترعى مخيمات بزيبز لأنها غير معترف بها من قبل الدولة العراقية. كل هذا، يقول زياد لتبييض صفحته السوداء، حرم العوائل المنفيون قسرا من دواء وغذاء. نايف يقول: العراقيون السنة هم المنفيون قسرا، يقول: اللهم فرج همهم وانتقم ممن ظلمهم وخذلهم، يقول: اللهم آمين. إلى الأنفوغرافيك، تحل اليوم الذكرى 9 لفض اعتصامات الأنبار والمحافظات المنتفضة إبان ولاية نور المالكي الثانية عام 2013، والتي كانت بمثابة إعلان حرب على السلمية التي خرج بها
أبناء تلك المدن للتعبير عن رفضهم للممارسات الطائفية والتعسفية التي مارستها السلطة ضدهم. مزيد من التفاصيل في سياق الأنفوغرافيك التالي الذي أعده قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية، فلنتابع. والممارسات التي ترفع، لكن أنا مو قلق منها. هذه فقاعة ستنتهي، ونحن نقول لهم انتهوا قبل أن تنهوا. الأنصار يزيد وأنصار الحسين مرة أخرى وعلى طول الخط يصطدمون في مواجهة شرسة عنيدة. إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.